يا أهلا ومرحبا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج بعد السادسة. خلوني في البداية أستعرض معاكم شنو عندنا بحلقة اليوم. اليوم راح يكون عندنا حديث عن جهود العاملين في الهيئة العامة للطرق والنقل البري مع المهندس محمد الصفار، وأيضا راح يكون عندنا حديث عن برنامج هويتي مع منصور المذن، وعن إجراءات السفر الجديدة راح يكون لنا لقاء مع منصور الهاشمي، ومع فقرة عتيج الصوف مع الزميل عبد العزيز درويش في سوق الصفافير، ونقلة نوعية للخدمات الصحية في مدينة الجهرة الطبية. أما الحين راح أستعرض معاكم حلقتنا بالإحصائية اليومية لوزارة الصحة للتصدي لفيروس كوفيد 19. مشاهدينا، كلنا نعرف أن أكثر الجهات الرسمية اللي تشتغل في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كوفيد 19 هي وزارة الصحة بكل مسؤوليها وإداراتها ومنشآتها ومنتسبينها، وما نقدر نحصر دور هذه المؤسسة الرسمية المخلصة، لأن الأمانة الوطنية تحتم عليها أن تظل متيقظة حتى زوال هذا الوباء بإذن الله، والتأكد من سلامة الجميع. فنشكرهم على كل ما يبذلونه من جهد وعطاء. أما الحين ننتقل إلى الزميل عيد، مساك الله بالخير. مساك ورد زميلتي فاطمة، أهلا ومرحبا فيكم في برنامج بعد السادسة. الهيئة العامة للمعلومات المدنية هي إحدى مؤسسات الدولة التي تعمل بجهد كبير وتقوم بإنجاز أعمال كثيرة، ومن إحدى إنجازات الهيئة تطبيق هويتي، وهو يخدم كل مواطن ومقيم. تحرص الهيئة العامة للمعلومات المدنية على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة حرصاً على مزيد من الإنجاز والتطوير. هويتي هي خدمة مقدمة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية لمواطنين ومقيمين دولة الكويت، حيث تمثل هويتي بطاقة رقمية آمنة. يستخدم تطبيق هويتي كبطاقة رقمية آمنة للتحقق من الهوية الشخصية لحاملها. أيضاً يمكن من خلالها المصادقة والدخول إلى الخدمات الإلكترونية الحكومية وغير الحكومية، كما يمكن استخدامها للتوقيع الإلكتروني المعتمد والمصادقة على المعاملات والمستندات والوثائق الإلكترونية. تطبيق هويتي هو بطاقتك المدنية على هاتفك الذكي. تطبيق هويتي تم تصميمه بحسب أعلى المقاييس التكنولوجية والأمنية، ومنها الشهادات الإلكترونية. يعتبر بديل رقمي للبطاقة المدنية الفعلية في ظل ظروف وباء كورونا، واللي أحالت دون فتح الهيئة العامة للمعلومات المدنية لصالات توزيع البطاقة حرصاً على سلامة المراجعين والعاملين بالهيئة. هويتي هي انتقال إلى مرحلة جديدة من كويت المستقبل. يا أهلا ومرحبا فيكم من خلال برنامجكم برنامج بعد السادسة، ونرحب بالسيد منصور أحمد المذن، نائب المدير العام لشؤون النظم وتقنية المعلومات. يا أهلا ومرحبا فيك أستاذ منصور، وشكرا على قبول هذه الدعوة في هذا البرنامج. يعني في البداية نتكلم عن تطبيق هويتي. نعم، تطبيق هويتي عبارة عن تطبيق ذكي ينزل فيه الأجهزة الذكية، يمثل هوية الفرد الرقمية، ويمكن من خلاله الدخول على الخدمات الإلكترونية بشكل آمن. نعم، ودي أتعرف على خطوات التسجيل الخاصة في تطبيق هويتي.
نعم، خطوات التسجيل طبعا هو يفترض يكون عندك جهاز ذكي وتنزل من الابل ستور ولا بلاي ستور للتطبيق وتدخل في الخطوات التسجيل، تدخل بياناتك الأساسية وبعدها تصور نفسك تصوير سيلفي ويجيك رقم التحقق، دخل رقم التحقق يتم التسجيل ويطلب منك إدخال رقم سري خاص فيك للدخول على التطبيق. نعم أستاذ منصور، هل عندكم إحصائية بعدد اللي سجلوا في هذا التطبيق تطبيق هويتي حتى هذه اللحظة؟ والله العدد تزايد، يعني إلى هذه اللحظة يعني كلهم قاعد يزيد، في هذه اللحظة وصل تقريبا 2,500,000. مليونين وخمسمائة ألف ما شاء الله. نعم. وشنو الشرائح اللي ممكن تسجل في هذا التطبيق؟ والله من تقريبا سن 5 سنوات إلى يعني مفتوحة إلى آخر شيء، الناس يعني ممكن تسجل من لديه صورة لدى المعلومات المدنية. حلو. بعض الناس عندهم فكرة عن هذا التطبيق، ولكن شنو الخدمات المقدمة هو اللي ودهم يعرفونها أكثر؟ يعني في خدمات الناس ما تعرفها. نعم. طبعاً التطبيق هو عبارة عن يعني توثيق ويعني هوية رقمية لك توثقك إلى دخول على الخدمات الإلكترونية. فيعني الموضوع هو عبارة عن كأنك حضرت ويعني طلبت خدمة إلكترونية، ومن خلالها يتم عملية يعني تقديم خدمة من مقدم الخدمة لك. وفي استخدامات أخرى يعني كالتوقيع الإلكتروني أو التوثيق من شخصيتك ونقل بياناتك إلى جهات برغبتك حسب نوع الخدمة المطلوبة. نعم، أنا ممكن استوقفني موضوع التوقيع الإلكتروني، شلون طريقة التوقيع الإلكتروني؟ في بعض الناس يعني لا زال يجهل في هذا الجانب. طبعا التطبيق هو عبارة عن توثيق للشخص وكذلك توقيع على العقود، توقيع يعني عملية التوقيع الإلكتروني تتطلب أنك أنت تصدر التوقيع الإلكتروني من خلال أجهزة خدمة ذاتية وينزل لك توقيع إلكتروني، هذه في حالة إذا كنت أنت ترغب في أو الجهة ترغب في يعني استخدام توقيعك على وثائق من دون أن تحضر. يعني الأجهزة الذاتية موجودة بس عندكم تكون؟ الأجهزة الذاتية موجودة لدى مقر رئيسي للهيئة وكذلك في بعض الجهات يعني نزلت عندها كذا جهاز خاصة قطاع المصرف. نعم، هل هناك ممكن يكون هناك خدمات زيادة في عملية تطبيق هويتي من باب زيادة هذه الخدمات والاستفادة منها من كل مواطن؟ طبعا يعني عملية الربط ما بين الجهات والهيئة العامة للمعلومات المدنية تتيح يعني أكثر من خدمة ممكن تنزل في هويتي. يعني مثال في يعني وزارة العدل نزلت خدمة إشعار المدعى عليه أنه يكون في نفس التطبيق. كذلك بالتعاون مع بتوجيهات من معالي وزيرة الأشغال ووزيرة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتورة رنا الفارس، تم التعاون مع وزارة الصحة ويعني تنزيل شهادة التطعيم من خلال التطبيق. يعني في ربط راح يكون بالتطبيق والتطعيم؟ تم هذا الربط، موجود الربط، وهذا طبعا يفتح لنا يعني خدمات أخرى اللي عبارة ممكن أن يكون التطبيق عبارة عن محفظة لوثائقك الشخصية مثل جنسيتك، شهادة الميلاد، رخصة القيادة. فهذه إن شاء الله هذه من المشاريع المستقبلية إن شاء الله راح تنزل في تطبيق هويتي. نعم، هل هناك فئات مستثناة في هذا التطبيق مثل كبار السن، ذوي الإعاقة؟ طبعا التطبيق ما هو إجباري على أساس تستثنى أحد ونخلي أحد، هو يقدم لك خدمة فيعني الكل مفتوح إلا بعض الفئات، فئات يعني الإعاقة قد يكون لهم صعوبة أن ينزل التطبيق أو يستخدمه، وكذلك بعض الفئات اللي هي يعني كبار السن اللي ما يتعامل مع التكنولوجيا. في بعض الناس يفكر أن تطبيق هويتي ممكن يسافر فيه. لا طبعا، يعني موضوع السفر هذا تطعيم ما تطعيم، لا هذا في لا في ارتباط مع أكثر من جهة ومحتاج التنسيق، يعني مثل ما تم التنسيق على موضوع يعني استخدام البطاقة المدنية البلاستيكية بين دول مجلس التعاون، كان في تنسيق مع وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، طيران مدني، معلومات مدنية، ففي أكثر من جهة. ولكن عندما ألغي ملصق الإقامة تم عملية يعني استخدام البطاقة البلاستيكية للوافد لإثبات إقامته داخل الكويت، فحاليا ممكن يعني يستفيد من هويتي إذا كان هو خارج الكويت يثبت إقامته ويدخل الكويت من خلال التطبيق.
يمكن قبل اللقاء معاك انت ذكرت استاذ منصور بان اكثر من جهه معاكم مستفيده من هذا التطبيق. نعم. وهناك ان شاء الله جهات في الطريق مثل ما ذكرت. نعم. نشرحها اكثر. طبعا هو عمليه الاستفاده وقراءه الكيو ار كود وعمليه الربط للخدمات الالكترونيه محتاجه تعاون ما بين الجهه مقدمه الخدمه والهيئه، بحيث انه يكون في ربط بيننا وبين الجهه التي ترغب في استخدام التطبيق كاثبات للشخص. فحاليا يعني في عندنا تقريبا 21 جهه هذه تم الربط معها، وفي الطريق ان شاء الله في 34 جهه ما بين قطاع حكومي وقطاع خاص. يعني ان شاء الله راح تكون منظومه متكامله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. التحديات اللي واجهتكم في مثل هذا المشروع تذكرها؟ والله تحديات كثيره، يعني هذا مشروع ما طلع فجاه، يعني هذا يعني شغل سنتين قبل كورونا، وقدر الله نحن يعني سبحان الله خير بوقت التطبيق كنا راح نطلقه بشهر 4 لكن استعجلنا بشهر يعني 3 لكن يعني مع الحدث صار في بالوقت المناسب. طبعا في تحديات ثانيه ضروريه ان تتوافر في التطبيق واي تطبيق على مستوى الكويت اللي هي الجوانب الامنيه، فالجوانب الامنيه جدا مهمه ولله الحمد يعني التطبيق على مستوى عالي للنواحي الامنيه. يعني هذا التطبيق ان شاء الله يسهل اجراءات المعاملات الخاصه بالمواطنين والمقيمين باذن الله في نظم الخاصه ونظم التطبيقات الخاصه فيه. نعم التطبيق بشكل عام يعني يعطيك انت يعني دخول الخدمات الالكترونيه للجهات الاخرى من خلال هذا التطبيق من دون ما تحضر للمكتب وتقدم اوراق وتقدم كذا، بياناتك واثباتاتك كلها تنتقل الى الجهه اللي طلب منك البيانات. فلذلك يعني هذه صراحه يعني خطوه متقدمه في الحكومه الرقميه. انا لما انا بذكرها بحدث يعني صار شخصي معي، قدمت اذكر ايام اخر ايام كورونا، يعني لازلنا في كورونا الله يرفعها ان شاء الله، كنت بجدد البطاقه فكان ياخذ مني وقت اعتقد، فنزلت التطبيق هويتي حتى في اجراءات البنوك مشت معي في تطبيق هويتي، يعني بدل انطر انا 3 أيام 4 أيام الى اسبوع. نعم. على ما تطلع البطاقه، فهويتي كان يمشي شغلي يعني. وهذا المفروض، فكان الله يجزاكم خير يعني التطبيق في وقته مثل ما يقول. نعم هذا المفروض، يعني كان في ضغط لانتاج البطائق لكن لا يمكن ان ننتج بطائق خلال فتره قصيره كوننا توقفنا مده يعني 4 أشهر، لكن كان البديل ان يكون عندك يعني بطاقه افتراضيه اللي هي البطاقه الرقميه هويتي. يعني انا فهم كلامك استاذ منصور ان هويتي كان كمشروع يعني سابق لكورونا، ولكن خدمكم ما شاء الله تبارك الله وسارعتوا في عمليه التطبيق واجراءاته وتسهيل معلوماته. اي نعم، كان يعني المخطط بالبدايه انه يكون هو التوقيع الالكتروني فقط، لكن الحين صار في توثيق وصار في توقيع الكتروني وك يعني ممكن يكون اثبات كبطاقه مدنيه من دون توثيق، ولكن انفتحت الامور الحين ولله الحمد، يعني هذه فرصه للجهات ان تقدم خدماتها الالكترونيه من دون ما تزدحم والناس تحضر، وافكار لخدمات اخرى ان شاء الله. نعم نعم ان شاء الله. كلمه اخيره ورساله حاب توجهها؟ والله اشكركم واتمنى يعني من الجهات الاخرى انها تبادر في الربط بتطبيق هويتي، لانه راح يوفر يعني ازدحام الناس ويطبق الاشتراطات والابتعاد الجسدي عن يعني الاحتكاك في الجهات الحكوميه. استاذ منصور بارك الله فيك وشكرا على وجودك معنا في هذا البرنامج. لازلنا نتواصل معكم من خلال برنامجكم برنامج بعد السادسة، دولتنا الحبيبة الكويت مليئة بالأماكن والأسواق المتميزة، ومن هذه الأماكن سوق الصفافير وهو يعتبر من أقدم الأسواق الموجودة لديرتنا. الحين زميلنا عبد العزيز بيأخذنا لسوق الصفافير. مطرقة ومسمار وما يفل الحديد إلا الحديد، وإذا اخترب جدرك مالك إلا سوق الصفافير. خلكم وياي. سوق الصفافير موجود في منطقة شرق بمحافظة العاصمة، هالمكان موجود هني من قرن 19، وعلى فكرة سموه سوق الصفافير لأن كانوا يصفرون النحاس، يعني كانوا يلمعون النحاس. مو بس كذي، كان مقصد الناس انه يجون هني عشان يقتنون الادوات المنزليه والصواني وحتى الصناديق من ماده النحاس، والادوات الغير معدنيه كانوا يستوردونها من الخارج. وبالوقت الحالي ما شاء الله تنوعت الادوات المنزليه، تنوعت الصواني، حتى تنوعت الصناديق، وصار يصنعونها من ماده النحاس والحديد وهم من الخشب. راح تشوفوني في محلات يبيعون حتى ادوات منزليه من ماده الخشب. اذا حبيتوا تجون هالمكان وتتعرفون عليه حياكم في سوق الصفافير. وفي بعد شغلات اكثر ودي اقول لكم اياها، ترى هني طبعا تعددت المواسم، يعني تقدر تقتني اواني منزليه خاصه حق مواسم الشتاء وحق مواسم الصيف، كل هذا هني في سوق الصفافير.
اللي تشوفونها بيدي هذه اسطوانة حديدية طولها تقريبا 30 سنتي، هذه يسمونها البروة، بروة البيت يعني وثيقة البيت. هذه كانوا يستخدمونها قبل أن يحفظون الوثائق البيت من التلف، والحين بهالوقت يستخدمونها الشركات العقارية لحفظ المخططات الرسمية للبيوت، وفي مثل ما تشوفون يميني في أحجام وأطوال مختلفة، فهذه هي بروة البيت. يعطيك العافية، مساك الله بالخير. أهلين أهلين أهلين. كم سنة صار لك تشتغل هني؟ 30 سنة. ما شاء الله 30 سنة بهالمكان. زين شنو فرق عن قبل والحين هذا المكان؟ أول في أيام القديم هذا كل شيء موجود الحين، بس في الحين ناس أبي جديد كل شيء. يعني في تغييرات، في بضايع جديدة، في قديمة، يعني بس السوق له يعني له إمكانيته، له جوه، يعني واحد حتى لو تعبانة نفسيته يغير في جو الصراحة، مو شرط يشتري. أول في مدرامات مال البنايات، الحين بلاستي. في حدادين أول وشوي الحين زايد. زين هذا الحين المحلات مال الخشب هذا جديد هنا في سوق الصفافير؟ لا يمكن هذا قديم، محل تقريبا 20 سنه قديم، هذا كله في محلات. هو 20 سنه، احنا الحين في 2021، يعني سنه 2001 هذا محل موجود، يمكن كله في محلات موجود هذا. زين 30 سنه، من تذكر الناس يجي يا ناس يجون هني، ناس تعرفهم، ناس معروفه، شخصيات؟ اول قديم هالين صار كله شباب، اول غير زبون، هالين غير زبون. زين قبل الزبون اللي قبل شنو كان يحب، وزبون الحين شنو يحب؟ هو اول شيء كل شيء هالدرامات حق ايش مال درامات، حق ايش مال سكر شاي، الحين هذا كله خلاص ما في. والله كل ما صار لي حاجه عنده جيت انكر، يعني مو شبه اسبوعي، يعني بس شهر مره، ومرات بدون شغل بدون لا اشتري، بس افطر امشيني ادوج فيه. لا كل اسبوعين ثلاث اسابيع اي لا لازم مره. انا قاعد اشوفك ما شاء الله قاعد تجي مع الشباب، يعني انت تحرص انه يتردون على الاماكن. اي لازم، اي دائما اقول لهم خلينا نروح شوي، خلينا نغير جو، على الاقل نلقي شغله حلوه كذي حق البيت، حق الشاليه، حق المزرعه. ولا في زبون وايد، بس الحين شغل خفيف، للشتاء يجي يعني. شتاء ايام حق بر، حق بر طاولات، كرسي درام مال ماي، سخانات، هذا حق بر. كبتات. والحين هذا صيف موسم كل شيء عاديه، ما في شيء جديد. جدرنا صلحنا ونكبنا، ومن سوق الصفافير نقول لكم في امان الله. فعلا امهاتنا يقولون اذا اخترب جدرك مالك غير سوق الصفافير. مشاهدينا، نحو مزيد من الانفتاح والعوده الى الحياه الطبيعيه، قامت الاداره العامه للطيران المدني باصدار تعاميم لتسهيل اجراءات السفر. الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي بصدد إصدار تعميم جديد إلى شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي بالسماح بدخول غير الكويتيين من أصحاب الإقامة والأعمال إلى الكويت. ويأتي هذا التعميم بعد العمل في التعاميم السابقة اللي قامت بمنع غير الكويتيين من دخول البلاد، والسماح للكويتيين فقط وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية، وكذلك العمل بتعميم الفئات المستثنى من الحجر المؤسسي فقط. تقوم الإدارة العامة للطيران المدني بتنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الوزراء والسلطات الصحية وبناء على تعليمات السلطات الصحية في البلاد. وبعد تقييم الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، فإن في الأول من أغسطس سيصدر تعميم جديد تسمح بموجب إدارة الطيران المدني بمزيد من الانفتاح والسماح لفئات جديدة من دخول الكويت بشرط التطعيم وحمل شهادة حديثة PCR. وتأتي هذه الإجراءات بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، واللي دفع بسلطات الصحية والطيران المدني إلى فرض قيود على السفر والدخول لغير الكويتيين لحين تحسن الأوضاع الصحية. ومن بعد ما شفنا هذه اللقطات من المطار، يسرنا مشاهدينا الحين أن نلتقي بالأستاذ منصور محمد الهاشمي، مدير إدارة العمليات من الإدارة العامة للطيران المدني. حياك الله أستاذ منصور معنا في برنامج بعد السادسة. الله يحييك ويحيي إخواننا المشاهدين الكرام.
أستاذ منصور، يعني في البداية نبي نعرف مشاهدينا بعد صدور هذه القرارات الجديدة الخاصة بالعودة للحياة الطبيعية، فنبي نعرف شنو الفئات المسموح لها بدخول دولة الكويت من غير الكويتيين؟ نعم، الإدارة العامة للطيران المدني تناغمت مع قرارات مجلس الوزراء الموقر في إعادة انفتاح الإجراءات التشغيلية لمطار الكويت الدولي في استخدام فئات وفق الإجراءات والأحكام المنوطة من قرار مجلس الوزراء. تناغم تعميم الإدارة العامة للطيران المدني على فئات معينة في مراحل قدوم مطار الكويت الدولي. هالفئات هذه صارت منها الكويتيين وغير الكويتيين، نعم، على حسب الإجراءات اللي موجودة عندهم. الكويتيين عندنا منهم من الكويتيين ومن بصفتهم ومن غاربهم الدرجة الأولى والخدم اللي بمرافقتهم اللي هم يكونوا محصنين على تطعيمين حسب التطعيمات المعتمدة من وزارة الصحة الأربعة، وعندنا الغير محصنين اللي يكونوا ما هم مكملين التحصين الكامل تأخذ لها أحكام أخرى وفق إجراءات أن يكون على حجز المؤسسي والمنزلي وفق إجراءات وزارة الصحة، والمطعمين خارج الكويت يكون لهم مراسلة لوزارة الصحة لاعتماد تطعيمهم، ومن ثم تتم عليهم الأحكام والشروط على حسب دخولهم مطار الكويت الدولي. والفئات الغير الكويتية تأخذ اعتماد التطعيم من وزارة الصحة أن المتطعمين يكونون نفس تطعيمنا الأربع التطعيم اللي موجودة معتمدة، ومن يخالف ذلك تتم عليه مراسلة وزارة الصحة لاعتماده ومن ثم دخوله دولة الكويت. زين أستاذ منصور، خلينا نوضح حق السادة المشاهدين، الغير كويتيين فقط اللي عندهم إقامات سارية المفعول أو والله اللي لا زيارة أول مرة؟ وفق الأحكام أن الحين اللي تكون عنده إقامة ويكون عنده زيارة مسموح فيها أو إجراءات عمل لها يكون مطعم تطعيمين معتمد من وزارة الصحة، ومن ثم يسجل في منصة كويت مسافر شلونك لاعتمادها ليتم له إجراءات السفر واعتمادها في دخول مطار الكويت الدولي. إنزين، هذه إجراءات الدخول إلى دولة الكويت، هل لازم يكون والله نازل ترانزيت في دولة أخرى أو يقدر يدش مباشرة إلى دولة الكويت؟ هذه على حسب حركة الطيران الخاصة بكل شخص. بس ما في شيء إلزامي؟ لا لا لا، هذه على شركات الطيران، نعم، يكون ناقل مباشر أو ناقل على محطات الترانزيت. نعم، إنزين في دول موبوءة. نعم. هل هذه الدول أو مثلا الفئات الغير مسموح لها كان سابقا أن هي تدخل الكويت، هل الحين تم التصريح لهم بالدخول؟ إلى الآن الدول اللي تحت عالية الخطورة تمشي عليها الإجراءات السابقة موجودة فيها، أنه يكون بدولة وسيطة لمدة أسبوعين، بعد الدولة الوسيطة يرد الكويت على أساس أنه يتمم الإجراءات دخول الكويت على حسب ما هو مسموح فيه. أستاذ، يعني خلينا نوضح حق السادة المشاهدين، من هي الدول المستثنى من الدخول إلى دولة الكويت حتى هذه اللحظة؟ إحنا عندنا دول محظورة، وكل الدول اللي لها اتصال مباشر واتصال غير مباشر مع الكويت لها حق الدخول والمغادرة إلى مطار الكويت الدولي. إنزين، وهل في أعداد محدودة أو محددينها بعدد معين لدخول الكويت يعني على حسب اليوم؟ نعم، إحنا مع مجلس الوزراء الموقر ارتئينا في دراسة أولية في 5000 كحد أقصى باليوم وصول لتدارس الوضع والانسجام الصحي مع الوضع الوبائي داخل أو محيط دولة الكويت. نعم أستاذ منصور، يعني وايد ناس تتكلم عن البي سي آر وشهادات التطعيم، فشنو آلية اعتماد شهادات التطعيم هذه أو البي سي آر حق الناس اللي داخل الكويت؟ نعم، شهادة البي سي آر هي على قولتهم تذكرة أو بطاقة الصعود لمطار الكويت الدولي، شريطة حصولك أو دخولك إلى مطار الكويت الدولي أنك تقدم شهادة بي سي آر صالحة لمدة 72 ساعة من موعد المسحة لدخولك إلى الكويت وفق الشروط والأحكام اللي تسمح لك بالدخول مع التطعيم اللي تكون انت حاصل فيه على اساس ان اعتماده ودخوله عندنا. نعم، يعني دكتور استاذ، عندنا احنا فئات مستثناه من الدخول، نعم، الى دوله الكويت، في حال ان هم وصلوا شلون طريقه التعامل معهم؟ نتعامل مع الفئه المستثناء وفق الشروط والاحكام كامله، الامور الصحيه والاشتراطات الصحيه تعامل فيها. إيه انت الاستثناء تجي على اشخاص، نعم، ما تجي على اجراءات، نعم، تجي على اشخاص معينين تتم عليهم الاستثناء لكن وفق ستاندر واحد والاجراءات واحده من وزاره الصحه. استاذ، نرجع حق الحجر
المنزلي، أكيد ناس وايد تتساءل عنه، أو الحجر الصحي اللي هو بعد السفر. نعم. منو الفئات اللي ينطبق عليها هذا الحجر؟ وشنو مدة الحجر؟ نعم، احنا في حال المحصن يكون مواطن أو مقيم أن اجتاز الجرعتين وتم عليه الإجراء واعتماد البي سي آر واعتماد التطعيم إن كان تطعيم من دولة الكويت أو خارج دولة الكويت باعتماده، يتم عليه الحجز المؤسسي أسبوع ويأخذ الفحص خلال هالأسبوع ليطلع من مدة الحجر المنزلي. وفي حال عدم اكتماله للشروط والأحكام دخول مطار الكويت الدولي، أنه يكون حاصل على جرعة واحدة يحد غير محصن ويأخذ الإجراءات اللي تتم عليه في أن أسبوع مؤسسي وأسبوع منزلي ليتم وفر الشروط والأحكام. إذن والكويتيين اللي يسوون بي سي آر عند العودة، نعم، شنو مدة الحجر؟ هل في حجر ولا ما في؟ في حال قدوم المطار الكويتي الدولي، نعم، عند فترة أسبوع كاملة. أنت بهالأسبوع هذه كاملة متى تبي تسوي المسحة عشان أنت تطلع من الحجر؟ في حال اكتمالك للأسبوع أو قبل نهاية الأسبوع لانقضاء مدة الحجر. يعني يسوي البي سي آر وإذا طلع نيجاتيف خلاص ينتهي الحجر. نعم. إنزين، نبي نتكلم أكثر عن كويت مسافر. نعم. ما شاء الله الحين الناس كلهم في السوشيال ميديا يسولفون عن هذه المنصة. نعم. نبي نعرف شنو أهميتها وشنو الإجراءات المطلوبة من المسافر إنه يطبقها على هذه المنصة. نعم. إحنا منصة كويت مسافر الحين وفق التعميم الصادر من الإدارة العامة للطيران المدني اندرج مع شلونك هو اللي يحدد ان الانسان مطعم وتكون الصفحه بيضاء عفوا خضراء. نعم. اللي تسمح له بالمغادره والقدوم. في حال ان تكون الصفحه برتقاليه او صفراء، هذه عدم السماح له بالقدوم وفق الشروط والاحكام اللي موجوده لنا، على اساس انه تحدد انه ياخذ بي سي ار بحال قدومه او مرتين بي سي ار، وانه يدش بالحجر المؤسسي وينقضي بالحجر المنزلي حسب الشروط والاحكام وزاره الصحه. إنزين، في كلمة أخيرة حاب توجهها حق مشاهدينا اللي مقبلين على السفر في الفترة الجاية؟ نعم، إحنا نتمنى من الكل إنه يكون يتدارس الأحكام والشروط اللي موجودة عندنا، على أساس إن كل الأمور اللي إحنا حطيناها تسهل حركة المسافر وتقدم له كافة التسهيلات. في حال مسافر يعني يسافر من الكويت وحال قدومه إلى مطار الكويت الدولي، لنسهل له كل الإجراءات. نبي منهم تعاون شامل بكل الإجراءات هذه كلها، أساس إن تبسط الإجراءات وسفرهم سالم إن شاء الله. يعطيك العافية الأستاذ منصور على تواجدك معنا في بعد السادسة. مشاهدينا، كان معنا الأستاذ منصور محمد الهاشمي مدير إدارة العمليات من الإدارة العامة للطيران المدني. مشاهدينا، تم استكمال عملية الانتقال إلى مدينة الجهراء الطبية اللي تعد صرحا حضاريا متكاملا جرى تنفيذه باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا الطبية، ويعد إضافة مهمة وحيوية للمنظومة الصحية. مدينة الجهراء الطبية تعتبر صرح طبي عالمي وإضافة مميزة إلى المنظومة الصحية. تعد المستشفى صرحاً حضارياً متكاملاً جرى تنفيذه باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا الطبية، ويعد إضافة مهمة وحيوية في خطة الإنجاز والتمتع الصحي في الكويت. تم الانتقال أو استكمال الانتقال من مستشفى الجهراء القديم إلى مدينة الجهراء الطبية مستشفى الجهراء الجديد، وقد تمت العملية بتعاون جميع قطاعات وزارة الصحة على رأسها العاملين في مستشفى الجهراء من هيئات طبية وهيئات تمريضية، وكذلك بتعاون رائع من إدارة الطوارئ الطبية، وكان في هناك حضور من قبل وزارة الداخلية متمثلة في مديرية أمن محافظة الجهراء ومرور الجهراء. تمت العملية في زمن قياسي ما يقارب 3 ساعات وربع، كانت ميسرة والحمد لله، لم يكن مصاحبها أي مشاكل صحية. تم وصول المرضى إلى مقر علاجهم في المستشفى الجديد، وتم استكمال علاجهم في أماكنهم الجديدة. تم تجهيز مستشفى الجهراء الجديد ليتسع ل 1234 سرير، إضافة إلى العيادات الخارجية ومبنى الأسنان، وسيظل مبنى مستشفى الجهراء القديم مسانداً لمدينة الجهراء الطبية. الحمد لله، هذا يعتبر نقلة جديدة ونوعية في على مستوى الخدمات وعلى مستوى السعة
والكفاءات إن شاء الله. يعني إحنا انتقلنا من المكان القديم إلى سعة أكبر، إلى انسيابية أكثر، إلى نظام مختلف شوية نوعا ما في الطوارئ، يعطي فرصة أكثر وانسيابية أكثر ومرونة في الخدمات ونوعية الخدمات أيضا. القسم يحتوي، احنا في مدخل المستشفى ينقسم الى غرف تصنيف الحالات حسب الشكوى الاوليه وقراءه العلامات الحيويه، يتم من ذلك بعدها تصنيف المرضى الى حالات خفيفه بسيطه او شديده، ويتم بعدها مثلا ادخال المرضى من الداخل على غرف الفحص مع الاطباء بمختلف التخصصات، ووراهم ايضا اللي هم التخصصات اللي لها علاقه بالطوارئ، مثلا غرف فحص العظام وغرف الانف واذن وحنجره، وعندنا غرف كذلك العيون والاسنان. افتتاح مدينة الجهراء الطبية يعد خطوة مهمة تعكس قوة وقدرة المنظومة الصحية في الكويت، وتضاف لمسيرة الإنجاز والنجاح للدولة للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة في البلاد. نلاحظ في الوقت الحالي ونحن في الطرقات زيادة انسيابية حركة الشوارع، وارتفعت الجسور الحديثة وكثرة المخارج والمداخل لمناطق عديدة، وهذا يدل على حرص الهيئة العامة للطرق والنقل البري لمواكبة عصر التقدم. الهيئة العامة للطرق والنقل البري على خط التنمية عبر مشاريعها المتنوعة بين إنشاء الجسور وصيانة الطرق واستكمال أعمال توسعة الطرقات، ويعد مشروع طريق منطقة جنوب السرة أحد هذه المشاريع الحيوية اللي تهدف من خلال الهيئة إلى أن يكون أكثر راحة وأمان لقائدي السيارات في المستقبل. جهود مخلصة لجميع العاملين في الهيئة على ما يقدمون لراحة مرتادي الطريق، وحول هذا الموضوع يسعدنا أن نلتقي بالمهندس محمد الصفار مدير مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة الجسور وخدمات منطقة جنوب السرة بالهيئة العامة للطرق والنقل البري، وسعيدين بوجودك معنا في هذا البرنامج وشكرا على قبول هذه الدعوة مهندس. الله يسلمك، مشكورين على الدعوة، مسي عليكم وعلى السادة المشاهدين. حياك الله مهندس محمد. في البداية نبدأ معك بالحديث عن مشروع تطوير وإنجاز طريق جنوب السرة. طبعا في البداية أحب نعطي فكرة بسيطة عن المشروع، مشروع منطقة جنوب السرة، تطوير منطقة جنوب السرة يحتوي على إنشاء 14 جسر في منطقة جنوب السرة على الدائرة السادس وعلى الملك فهد، بالإضافة من هلا 14 جسر 8 جسور علوية و6 جسور على مستوى سطح الأرض، بالإضافة إلى إنشاء 4 أنفاق بمحاذاة مستشفى جابر تسهل حركة الدخول والخروج لمنطقة جنوب السرة والخارج منها، بالإضافة إلى إنشاء خزان بمحاذاة مستشفى جابر بطول 750 متر وبعرض 22 متر، وهذا الفائدة من الخزان لاحتواء الأمطار وكثافة الأمطار في المواسم الأمطار والمياه الكثيرة، وبالإضافة إلى إنشاء تحديث تطوير البنية التحتية في منطقة جنوب السرة، بالإضافة إلى إنشاء جسرين مشاة على الدائرة السادس جسر ومقابل مستشفى جابر. نعم. ايضا نلاحظ انجازات خاصه في هذا الموضوع من خلال المواصفات الحديثه بالمشروع مهندس محمد. نعم، نتكلم عنه. احنا بالنسبه للطرق بشكل عام قاعدين نستخدم يعني احدث المواصفات الموجوده في على مستوى العالم، بالاضافه الى استخدام او بتعاقد مع جهاز استشاري عالمي، بالإضافة إلى مقاولين عالميين لإنشاء هذه الأعمال بشكل
تطور ويساهم في تسهيل حركة المرورية. هذا المشروع يمر بمراحل ومر فيها. نعم. بالنسبة لمراحل المشروع، احنا المشروع ككل هي منطقة جنوب السرة الكل عارف انها منطقة مزدحمة بالسكان. ومنطقة فيها كثافة مرورية عالية والدخول منها والخارج منها. فالأمانة احنا مقسمين في المشروع إلى 5 مراحل، لكن إذا بتي بشكل عام المشروع اعتبره أنا مرحلة واحدة، لأنه متواصل وسلسلة هي متشابكة مع بعض. فيعتبر الحمد لله رب العالمين احنا واصلين في مراحل متقدمة، واصلين إلى 94% نسبة إنجاز المشروع. 94% نسبة إنجاز المشروع. نعم، والحمد لله يعني لنهاية هذه السنة إن شاء الله نشوف افتتاحات جزئية بدأنا فيها. افتتحنا تقريبا 3 جسور على دائر السادس، وتقريبا جزء من الجسر اللي واصل بين منطقة جنوب السرة وبيان، وإن شاء الله خلال الأسبوعين الجايين إن شاء الله في افتتاحات. نعم، يعني أنت ذكرت ما شاء الله تبارك الله، وقاعد نشوف هالصور وهاللقطات حاليا على الشاشة يعني هذا المشروع جنوب السرة. متى ينتهي هذا المشروع كاملا؟ ما يخفى على أحد، بالنسبة لإحنا المشاريع خاصة الطرق، مشاريع تعتبر مشاريع متصلة بعدة جهات أخرى. يعني إحنا لما نجي نشتغل دائما في عندنا تواصل وتنسيق مع جهات أخرى، منها وزارة الكهرباء والإدارة العامة للمرور ووزارة المواصلات وجهات كثيرة. يعني دائما أنت تشتغل في الطرق، ف حتى المواطنين نعتبرهم جهات متواصلين. فبالنسبة لنا العوائق كثيرة، لكن الحمد لله رب العالمين احنا اجتزنا عوائق كثيرة، وصلنا للنسبة هذه في المشروع، وقاعدين احنا بدورنا يعني نتكلم الكادر الوطني، قاعدين نسهل هذه الإجراءات مع المقاول والاستشاري إلى أن نحل ونوصل ل نتيجة إن شاء الله. يعني في توقعات؟ أنا أتكلم عن نهاية هذه السنة بإذن الله راح نشوف تقريبا غالبية الطرق تنفتح. عندنا أمور يعني ما يخفى على المشاهدين، إحنا فترة كورونا يمكن شوية قللت نسبة إنجاز في بعض الأعمال التخصصية اللي هي تحتاج من في يعني ناس من خارج الكويت المفروض كانت موجودة في الكويت. الحين إن شاء الله هذه تسهل علينا إن شاء الله الافتتاح الجاي بشهر 8 إن شاء الله يكون تسهيل بإذن الله. طيب هالمشروع يعني شو بيسهل حركة السير إن شاء الله في المستقبل في حال انتهاء هالمشروع كاملا؟ نعم، احنا فكرة المشروع في البداية من تصميم هذا المشروع، منطقة جنوب السرة يمكن فيها الوزارات الخدمية كثيرة يعني، منها مستشفى جابر، والحمد لله يعني فترة كورونا يعني مستشفى جابر أدى دوره وزيادة، لكن استيعاب المنطقة في لكثرة الحركة المرورية داخل منها البطاقة المدنية، الوزارات الدولة منها وزارة الأشغال والكهرباء والإسكان، وزارة التربية، وزارات كثيرة، فالحركة المرورية جدا عالية. فهذا فكرة التصميم للمشروع تسهيل الحركة المرورية، ونفصل الحركة المرورية اللي بيعبر من منطقة جنوب السرة، يعني فكرة الأنفاق تفصل الحركة المرورية عن أهالي منطقة جنوب السرة واللي بيعبر عن المنطقة ويعدي من جنوب السرة، بالإضافة إلى الجسور هذه تسهيل الحركة المرورية داخل فيها واللي خارج من منطقة جنوب السرة. وفكرة الجسور نفسها تلغي الإشارات المرورية في منطقة جنوب السرة أغلبيتها. يعني مستقبل إن شاء الله واعد بإذن الله. بإذن الله. يعني الزحمة هذه إن شاء الله بس تصبرون عليها إن شاء الله خلاص. والله احنا نتأمل خير يعني بأمانة. الأمانة يعني منطقة جنوب السرة يعني من المناطق اللي أنا أشوف لحد الآن ما شاء الله كل ما لها تتطور وتزيد فيها الحركة المرورية. طيب البنية التحتية أيضا في هذا المشروع تم تطويرها. نعم، بالنسبة للحركة، بالنسبة للخدمات والبنية التحتية، احنا الخدمات والبنية التحتية في منطقة جنوب السرة طورنا من المياه العذبة وبيبات المياه المالحة، بالإضافة إلى شبكة الاتصالات الهاتفية، بالإضافة إلى كيبلات الكهرباء. وصلنا لمرحلة تقريبا أكثر من 98% من نسبة إنجاز هذه الخدمات،
وتبقى بعض الأمور اللي هي تحتاج إلى موافقات من الجهات الأخرى وجاري العمل عليها وإن شاء الله ننجزها. تحدياتكم كبيرة ما شاء الله. إحنا بالنسبة لنا قاعد نشتغل على مساحة كبيرة يعني أنا الطرق تختلف عن المباني وأنت شايف يعني المباني مبنى يشتغل في مكان واحد، إحنا الطرق مختلفة ففي جهات نتعامل معها كثيرة. نعم، هل عندكم إحصائيات في عملية نسبة الأسفلت في المشروع؟ طبعا احنا بالنسبه لنا لحد يعني التوتال للاسفلت في المشروع تقريبا اكثر من 300,000 متر مسطح في المشروع من الاسفلت، وانجزنا كميه كبيره جدا في المشروع في في في, في اللحظه هذه اللي احنا نتكلم فيها، وان شاء الله القادم افضل وراح ننتهي ان شاء الله منها. نعم، هل هناك ايضا ادارات تراقب جوده المواد وايضا المدة الزمنية للمشروع من خلال الأوضاع يعني الطارئة وغيرها من هذه الجوانب؟ نعم طبعا جهات رقابية كثيرة في الكويت، وبالنسبة لنا كنتكلم عن وزارة الأشغال احنا بدورنا احنا ككادر وطني قاعدين نراقب الجدول البرنامج الزمني لأعمال المشروع، بالإضافة إلى جهاز استشاري عالمي مساند للوزارة، وبالإضافة احنا بدورنا نؤدي هذه التقارير ونقدمها بشكل شهري إلى الجهات الرقابية في الوزارة وفي خارج الوزارة تطلبوا. نعم. شروط الأمن والسلامة بالنسبة للعاملين في هذا المشروع أيضا مرتادي الطريق. طبعا إحنا مشروع جنوب السرة اهتمينا كثير في موضوع الأمن والسلامة خاصة المنطقة سكنية ومنطقة مزدحمة بالسكان كثير، لكن بالنهاية المنطقة مكتظة ويمكن دائما لما تزيد السيفتي يمكن تحصل ازدحامات بسبب أن تقل الحركة المرورية السرعة فيها، ولكن احنا أهم شيء عندنا الحوادث تقل، هذا أهم شيء بالنسبة لنا، والزحمة الناس يعني لا مفروض يصبرون علينا يعني شوي. طيب أنت ذكرت الكادر الوطني وهذا يقودني إلى سؤال في هذا المشروع، دور هذا الكادر الوطني في هذا المشروع الحيوي؟ الكوادر الوطنية طبعا موجودة في كل المشاريع، احنا بالنسبة لنا احنا معانا من مهندسين ومهندسات من وزارة الأشغال وهيئة الطرق شغالين على هالمشروع أكثر من حاليا 16 مهندس جميع التخصصات الموجودة، وقاعدين إن شاء الله نراقب هذا المشروع وننجزه في أكثر يعني مدة نقدر عليها إن شاء الله. كلمة خيرة إن شاء الله الأيام القادمة راح نشوف افتتاحات في منطقة جنوب السرة، وحاليا جاري التنسيق مع الهيئة العامة للمرور، يمكن منطقة جنوب السرة بسبب هذا الازدحامات المرورية الكثيرة تفرض علينا الهيئة الإدارة العامة للمرور أن يمكن أنا عندي طرق خالصة حاليا ما أقدر أفتحها إلا لما يعني أفتح جسور معينة على أساس أنه لا تصير ازدحامات، فإن شاء الله يطولون بالهم إن شاء الله المواطنين وإن شاء الله يشوفون الخير بإذن الله جاي. بإذن الله، بارك الله فيكم. الله يسلمك. يعطيكم الصحة والعافية. الله يعافيك. كل الشكر وتقدير المهندس محمد الصفار مدير مشروع إنجاز وصيانة الجسور وخدمات منطقة جنوب السرة بالهيئة العامة للطرق والنقل البري. مستمرين معكم في برنامج بعد السادسة. استقبل معالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح الدكتور تيدروس غيبريوسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية والوفد المرافق أمس الأربعاء بمناسبة زيارة البلاد والتي تأتي في ظل تصدي العالم لجائحة كورونا، حيث تشارك الكويت المجتمع الدولي الجهود لمواجهة الفيروس. وصل إلى البلاد مساء يوم الثلاثاء الماضي الدكتور تيدروس غيبريوسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، حيث كان في استقباله الدكتور مصطفى رضا وكيل وزارة الصحة. وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة يقوم فيها الدكتور تيدروس في عدة دول في ظل مواجهة العالم لجائحة كورونا، واللي تعتبر الكويت من أوائل الدول في المنطقة اللي وضعت خطط للتصدي للفيروس ونجحت فيها.
الدكتور تيدروس قام بجولة في عدة مواقع صحية في البلاد، منها مركز التطعيم في مشرف ومستشفى جابر، والتقى عدد من العاملين فيها من الطواقم الطبية، وأعرب عن سعادته بالمستوى العالي لجودة الخدمات الصحية والطبية اللي تقدمها هذه المراكز، وخصوصاً مستشفى جابر اللي أبهر بمستوى تعاطيه مع تداعيات الجائحة وعلاج المرضى، مثمناً الدور الكبير لدولة الكويت واللي اعتبرها من أكبر الداعمين للمنظمة العالمية في عملها الإنساني والصحي العالمي. من جانبه تحدث الدكتور أسعد حفيظ ممثل منظمة الصحة العالمية في الكويت لكاميرا بعد السادسة عن هذه الزيارة قائلاً: تعتبر زيارة الدكتور تيدروس غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية للكويت مهمة جدا للطرفين، كونها تعزز العلاقات الممتدة منذ سنوات طويلة بين المنظمة ودولة الكويت، حيث ساهمت الكويت وساعدت منظمة الصحة العالمية بدعم برامج الصحة العالمية بطريقة فعالة وإنقاذ حياة الملايين من خلال توفير المعدات الطبية والأدوية وتخفيف معاناة الكثيرين في العالم. وأوضح الدكتور حفيظ أن هذه الزيارة تأتي في إطار شكر الكويت على مساهماتها المهمة جداً ولتعزيز الدعم المستمر في المستقبل. وعن مكتب منظمة الصحة العالمية في الكويت أشار الدكتور حفيظ إلى أنه افتتح مؤخراً في 15 من يونيو الماضي، وسيكون هناك خطط للعمل مستقبلاً على صعيد الصحة العالمية. كذي مشاهدينا وصلنا معاكم أنا وزميلي عيد إلى نهاية حلقتنا اليوم من برنامج بعد السادسة، نلاقيكم على خير. على خير محبة، اجتمعنا معاكم في هذا البرنامج، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.